موجز الأنباء من زومسا تي في بطنجة، أهلا بكم. بمناسبة تخليد الذكرى 16 لتربع الملك محمد السادس على العرش، وجه عشية اليوم خطابا للأمة تناول فيه العديد من القضايا التي تهم المغرب داخليا وخارجيا، منها التأكيد على التمسك بالمذهب السني المالكي والحرص على مواصلة العمل للنهوض بأوضاع المغرب العميقة. وفي الشأن الخارجي، أكد الملك حرصه على تعزيز علاقات الشراكة مع فرنسا وإسبانيا وباقي دول أوروبا، مع الإشارة إلى كون القضية الفلسطينية هي جوهر السلام في الشرق الأوسط. كما أكد في خطابه على أن المغرب لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه العليا ولن يقبل المس بمقدساته. نظمت أمس جمعية كرامة لتنمية المرأة بالقاعة الكبرى لعملة الفحص أنجرة، نظمت ندوة تحت عنوان التمثيلية النسائية في الانتخابات المقبلة بين الخطاب الدستوري والعمل السياسي. اللقاء يندرج تحت إطار قافلة كرامة الثانية لدعم وتعزيز حضور النساء والشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. صادق مجلس الحكومة بالرباط على مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بها. ويعهد إلى المجلس بحسب مشروع القانون تولي مهام وضع ميثاق الأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين. سيصبح هذا المجلس هو المخول بمنح بطاقة الصحافة المهنية، ليصبح هذا الأمر شأنا للمهنيين، ويعزز بالتالي استقلالية المهنة، كما يضطلع بمهام الوساطة في النزاعات التي تنشأ بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين. في أخبارنا الدولية، أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية أنه من السابق لأوانه التكهن ما إذا كان الجناح الذي عثر عليه الأربعاء قبلة جزيرة لارينيون بالمحيط الهندي يعود للطائرة الماليزية البوينغ 777 المفقودة منذ 8 مارس أذار العام الماضي. وكانت الطائرة قد اختفت بعد ساعة من إقلاعها في مارس من العام الماضي من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 راكبا. رياضيا، أثنى النجم الجديد لنادي السد القطري تشافي هيرنانديز على مدرب الفريق المغربي حسين عموتة، واصفا إياه بالشخص الرائع ومشيدا بالإمكانيات التي يتمتع بها في قيادة المجموعة. الدولي الإسباني السابق قال في تصريح إعلامي إن الفريق يقوده طاقم تقني ممتاز يتصدره عموتة، الذي يجهز اللاعبين للموسم المقبل على النحو الأمثل. وكان تشافي قد التحق بصفوف النادي القطري في الصيف الحالي قادما من برشلونة بعد 17 عاما قضاها في النادي الكتالوني. فنيا، تعيش أصيلة هذه الأيام على إيقاعات موسم أصيلة الثقافي الذي انطلق في 24 من يوليوز الجارية والمستمر إلى غاية 9 من غشت المقبل. هذا ويشهد الموسم الثقافي حضور ثلة من الفنانين والفرق الفنية للمديح والسماع، وبالموازاة مع عقد ندوات ولقاءات فكرية. بهذا الخبر ننهي الموجز، في أمان الله.